الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم مع منزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ومنزلتنا اليوم هي من منازل كمالات الإيمان، أي هي من منازل الكمل من أهل الإيمان. فأهل الإيمان على درجات، وهم يتفاوتون في إيمانهم، فالإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. ومنزلتنا اليوم من منازل إياك نعبد وإياك نستعين هي منزلة تعظيم حرمات الله تعالى. وتعظيم الحرمات، يقول المولى سبحانه: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وتعظيم الحرمات يعني أن تجتنب مغاضب الله عز وجل معظما لغضبه عليك. ولذلك في تفسير هذه الآية: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، قال أهل التفسير: حرمات الله محارمه التي حرمها. وقال بعضهم: حرمات الله مغاضبه التي إذا فعلها العبد غضب عليه. وقيل: حرمات الله المناسك، فالبلد الحرام حرمة، والشعائر حرم الله عز وجل فيها أمور، والمحرم محرم لأنه حرم عليه حال إحرامه أمور. لكن الصواب أن حرمات الله تعني كل ما حرم الله وكل ما يغضب الله، وأن تعظم ما عظم الله زمانا ومكانا وشعائر وحرمات. لذلك هذا معنى حرمات الله. حرمات الله الأمور التي يجب على العبد أن يحترمها، وعليه أن يحفظها وأن يصونها. وبذلك هذه الآية تشمل كل الدين: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، أي كل الدين. كل الدين يحتاج إلى أن تحترمه، يعني أن تتعامل مع أوامر الله بالاحترام. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فحرمات الله احترام وحفظ ما عظم الله وحرم الله من الأشخاص. فمثلا للأنبياء حرمة، الأنبياء شنو؟ حرمة ينبغي أن تعظمها، تعظم حرمات الله. وللمؤمنين حرمة، وللمسلمين حرمة، وكل المسلم على المسلم حرام، وللبلد الحرام حرمة، وللشهر الحرام شنو؟ حرمة. تعظم حرمات الله، تحترم الأمور التي حرمها الله، سواء حرمها من باب التعظيم أو حرمها من باب المنع. فقد حرم الله المحرمات من باب المنع، وحرم الله أمورا من باب التعظيم، كتحريم مكة. حرم مكة مش معناها حرم دخولها، حرم شنو؟ حرم العصيان فيها، حرم البلد، وجعل الطاعة فيها مضاعفة، وهكذا. طيب، يقول صاحب المنازل الذي هو الهروي رحمه الله، قال: الحرمة، ده في تعظيم الحرمات، الحرمة هي التحرج عن المخالفات والمجاسرات. طيب، التحرج الخروج من الحرج، التحرج الخروج من شنو؟ الحرج. قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من شنو؟ من حرج. فالتحرج الخروج من الحرج.
الحرمة أن تخرج من حرج المخالفات، لأن المخالفات توقعك في حرج مع الله. فالخروج من المخالفات، التحرج عن الخروج من المخالفات والمجاسرات أسوأ أنواع الحرمات والمخالفات. المجاسرات، المجاسرات هي من الجسارة، أن يتجاسر العبد على المعصية أن يتجرأ عليها. فرق بين الذي يفعل المعصية استحياء وخجلة وخوف وألم واستحياء، وبين الذي يفعل المعصية جرأة ومجاسرة. وسمي الجسر جسرا لأنه يوصل، وكذلك أن توصل وأن تصل المعصية بالجرأة، هذا يسمى شنو؟ مجاسرة. فالحرمة المعنية شنو؟ ما ربنا قال ذلك، قال ومن يعظم حرمات الله فهو خير له شنو؟ عند ربي. دي حرمات الله تعظمها، تشوفها زي كبيرة كبيرة. بعد ذلك تلك حدود الله فلا تقربوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فمعناه الحرمة هي أن تصون هذه المسائل، أعلى ما في المسألة حتى تقع لكم مسألة الحرمات. أحيانا تكون المعصية صغيرة، تكون المعصية صغيرة، المعصية صغيرة لكنها معصية لمن؟ المعصية وإن صغرت فإنها معصية لكبير. ولذلك المؤمن يرى الصغيرة كبيرة، ويرى الكبيرة كفر، ينزل الكبيرة في منزل شنو؟ الكفر. ويرى الكفر سم. ولذلك لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. المعصية صغيرة لكن عصيت بها من؟ قيوم السماوات والأراضين، وعصيت بها رب الخلائق أجمعين، وعصيت بها إله الأولين والآخرين، وعصيت بها الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. وهذه على حسب التعظيم الحرمات في النفس. فالمؤمن لو عصى الله بشيء صغير يقلقه ويقض مضجعه ويؤنب ضميره ويؤلمه، دائما بيكون متألم لأنه عصى رب العالمين العظيم. لذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه للتابعين: إنكم لتفعلون أشياء هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قالوا جب تعملوا حاجات شايفينها بسيطة بسيطة على حسب بساطة الإيمان في نفوسكم، أما نحن الأمور البسيطة كنا نعدها من المهلكات. ده اسمه شنو؟ تعظيم شنو؟ تعظيم الحرمات. طيب يقول الهروي رحمه الله: وهي أي الحرمة على ثلاث درجات. الدرجة الأولى تعظيم الأمر والنهي، تعظيم الأمر والنهي لا خوفا من العقوبة. قال لا خوفا من شنو؟ من العقوبة، فتكون خصومة للنفس ولا طلبا للمثوبة، فيكون مستشرفا للأجرة ولا مشاهدا لأحد، فيكون متزينا بالمراءة، فإن هذه الأوصاف كلها من شعب عبادة النفس. دي الدرجة شنو؟ الدرجة شنو؟ الأولى في تعظيم شنو؟ في تعظيم الحرمات. طيب نبدأ في هذا الكلام. تعظيم الأمر والنهي، أي أمر أتاك من الله دي الحرمة، تعظيمه، تعظم هذا الأمر وترى أن هذا أمرا عظيما
وكذلك إذا نهاك عن شيء ترى أن هذا النهي نهيا عظيما، وسبب ذلك ليس لتعظيم الأمر ولا النهي، إنما لتعظيم الآمر والناهي. يعني ما هو سبب تعظيمك الأمر؟ الأمر منه، ما الأمر يترك على درجات، في أمر بيجيك من شرطي، شرطي عادي يديك أمر، وممكن يجيك من نقيب، انت اذا قدر ما جاك من رتبه اعلى انت الموضوع ده بتديه اعتبار، وكان جاك من اخيه الشيء ده كتير. فاذا انت الامر اللي جاك منه الامر ما مهم، لانه ممكن يجيك زول وكيل عريف يديك كلام انت تقول زول هيمشي امشي بالله، خلينا بينا كلام فريق، لهيك كان جاك فريق قدر الليل وباكس. انا شنو لو جاك فريق قدر الليل وباكس كويس، هذا تسوي شنو يا اخي؟ اخواننا معناه شنو؟ معناها على قدر درجة الامر يكون تعظيم الامر. فالهروي هنا يرى تعظيم الامر والنهي، وانا اقول من نفسي زيادة له، هو اقول تعظيم الامر والنهي على حسب تعظيم الامر والناهي. الامر اكون حتى في البيت اخوك زيك كان قال لك ما تعمل، وابوك قال لك ابيش كلام منه، الاوقع في نفسك. واكثر حمل على ان تترك هذا منه امر من؟ امر ابيك. لماذا؟ ليس للامر، ممكن الاثنين يقول لك ما تتفرج التلفزيون، الاثنين يقول لك ما تمرك، لكن انت على قد تعظيمك. وكنت لو كنت معظم اخوك شديد وتحترمه امره بيقع في نفسك موقع برضه عظيم. اذن تعظيم الامر والنهي. هنا الهروي يقول لا خوفا من العقوبه، أول حاجة نصلح الكلام، بعد ذلك نشوف نصلح الكلام شخص كلي إجمالي، بعد ذلك نشوف حرصه. قال لا خوفا من العقوبة، لا خوفا من العقوبة، تعظيمك للأمر والنهي واستقامتك على أمر الله واجتنابك لمحارم الله ليس خوفا من العقوبة. ليه؟ قال لأن الخوف من العقوبة خصومة للنفس، خصومة للنفس. طيب ما معنى خصومة للنفس؟ ما معنى خصومة للنفس؟ خصومة للنفس معناها هو يخاصم نفسه ويخوفها بالنار، يعني عشان يحمل نفسه على انه ما يعمل بخاصم نفسه وبخصومته مع نفسه، بيدخل مع نفسه في خصومة وعداء، يعادي ويخاصم ويحمل نفسه على الامر والنهي بتخويفها بالنار. بس كده عدها الهروي هذا من الخصومة لشنو؟ للنفس، أو خصومة للنفس منتهى ما يخاصم ويدافع عنه الخوف على نفسه من النار، وليس عبادة الله. ده كلام منه؟ ده كلام الهروي. طيب قال ولا طلبا للمثوبة، طلب المثوبة هو طلب الأجر، وسميت المثوبة مثوبة لأن الإثابة هي العود والرجوع، ده اسمه شنو؟ الإثابة. وتطلق على العقوبة، ممكن المثوبة تكون شنو؟ عقوبة، لأن الله عز وجل ذكر أهل الكتاب من جعلهم قرد وخنادير، قال أذلك شنو؟ شنو؟ خير مثوبة عند الله. وبرضو هل ثوب الكفار ما كانوا يعمل، ثوب يعني شنو؟ أدركوا. هل ثوب الكفار، هل أدرك الكفار ما كانوا يعملون، هل أدرك الكفار عقوبة ما كانوا يعملون؟ عشان كده العقوبة يمكن تكون مثوبة، ذلك شر شنو؟ مثوبة عند الله، الشر مثوبة، ولذلك ثاب يثوب مثوبة. ولكن في الغالب تطلق على الأجر في الآخرة اللي هو الثواب، يقول لك ثواب المؤمن كذا، عرفت؟ ولكن يمكن تطلق على ما كان شنو؟ على ما كان كافرا. والأذان الثاني في الفجر يسمى تثويب، يسمى شنو؟ تثويب. تثويب يعني شنو؟ لأن الأذان ماله رجعوا ثاني وقالوا ثاني للمرة الثانية،
ده اسمه شنو؟ التثويب اللي هو الصلاة خير من شنو؟ من النوم. عرفت؟ طيب، والإقامة نفسها تعتبر تثويب، الإقامة لأن أذان بعد الأذان تعتبر هي من التثويب. طيب، إذن أقول قال ولا طلب للمثوبة، المثوبة هنا هو شنو؟ الثواب من عند الله في الأجر. قال فيكون مستشرفا للأجرة، الزول بيعبد الله وخاتم الأجر قدامه قاصد الأجر مستشرف لشنو؟ للأجرة. طيب ده الكلام. بدأ ابن القيم رحمه الله يشرح هذا الكلام. ابن القيم يقول بيشرح كلام الحروي، لكن ابن القيم كان منصفا، نقل كلام الحروي ونقل الملاحظات المهمة على كلام الحروي. كلام الحروي هنا قال ابن القيم يريد الحروي أن يقول تعظم أوامر الله وتعظم نواهيه ليس خوفا من العقوبة حتى لا تكون مدافعا عن نفسك محافظا عليها، وغاية ما في بالك ليس الله إنما الحفاظ على النفس وإنجائها، وهذه خصومة للنفس، أو غاية ما عندك أنك تخاصم نفسك وتتوعدها وتخيفها بالنار، وذلك نوع من الخصومة، أو مستشرفا للأجرة طالبا للمثوبة، وإنما عليك أن تعظم الأمر. قال ابن القيم كأن الحروي يريد أن يقول تجرد القيام بالأمر والنهي من كل علة من علل النفس، هذا هو المطلوب. ابن القيم أضاف للحروي إضافات عجيبة قبل ما يرد عليه، يعني أي جزء من كلامه قبل ما يرد عليه قال يا إخواننا العابدون لله يعبدون الله تعظيما له أصلا، لأنه أهل لأن يعبد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد هو أهل أن يعبد. لذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمتدح صهيبا الرومي يقول نعم العبد صهيب، لو لم تخلق جنة ولا نار لعبد الله. هو أصلا هيعبد شنو؟ هيعبد الله. فابن القيم يرى أن بعض الناس يعمل طلبا للأجر وابتغاء للثواب وفرارا من النار، وبعضهم يفعل الأجر تقربا، وهما منزلتان مع بعضهم البعض، اللي هي منزلة القرب ومنزلة الأجر. طيب الدليل على هذا قال الله عن داود وإن له عندنا لزلفى بمنزلة القرب وحسن مآب أجر على ما فعل. اجتمعت المنزلتان، منزلة القرب ومنزلة الأجر، وإن له عندنا لزلفى وشنو؟ وحسن مآب. وقال أيضا للذين أحسنوا الحسنى دي الأجر وزيادة ذا القرب. القرب للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى معناها الأجر بالدلون، وزيادة هذا شنو؟ هذا القرب من الله عز وجل. وأيضا يقول سبحانه وتعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ده الأجر، ورضوان من الله أكبر، ده القرب. حتى عند الملوك، الملك ممكن يديك تكون من الناس اللي بيدوك، وممكن يكون من الناس يأتوا المقربين، وهذا ما قاله فرعون للسحرة لما قالوا له السحرة إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم ده الأجر، وإنكم إذن شنو؟ من المقربين. هو منزلتين، الأجر والقرب، أثبتها ابن القيم بالقرآن وزاد الحروي ذاته. لكن ابن القيم له ملاحظات على كلام الحروي، له ملاحظات. طيب يا أخوانا الكلام ده إن الزول يعظم الأمر والنهي ليس خوفا من العقوبة، لأن هذا من الخصومة للنفس،
وليس طلبا للمثوبة، لأن هذا من استشراك الأجر والأجرة. هل هذا الكلام مستقيم؟ طيب الموضوع ده شائك بالمناسبة، لكن إن شاء الله نحاول نبسطه. يرى العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن الأنبياء في سورة الأنبياء ذكر الله جملة منهم، ذكر إبراهيم وذكر أيوب وداود وسليمان، إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، ذكر ذلك كلهم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، بعد ذلك قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا في حاجة في الجنة ورهبا من النار. طيب هنا بدأ يقول أن الله عز وجل يمتدح عباد الرحمن، أفضل الناس بعد الأنبياء عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، من دعائهم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وفي النهاية أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. عباد الرحمن، وجدك دعاء المؤمنين في قوله تعالى أولا في أوائل سورة آل عمران، الذين يقول ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وفي أواخر آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أولي الألباب ذين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، مؤمن المؤمنين في خلق السماوات، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا فقنا عذاب النار. لا يمكن أن تبخس مقامات المؤمنين بأنهم لا يخافون من النار أو لا يطلبون الجنة، كيف ذلك؟ وهذا يخالف الفطرة السوية ويخالف العقل والشرع والدين والطبع، أن الإنسان لابد أن يفر من النار لأنها نار الله التي خلقها. لو كانت نار أحد لما فررنا منها، لأنها نار الله الذي عظمناه. لذلك من الفرار من النار، الفرار من النار يقتضي الخوف الشديد، وكلما كان صاحب النار معظم في نفسك كلما كنت أشد فرارا منها. والجنة جنة من؟ جنة ملك الملوك وعلام الغيوب، كيف ترغب عنها وكيف لا تطلبها؟ وعدم طلبها ضعف في العبادة، لأنها جنة رب العالمين، لو كانت غير جنة الله لزهدنا فيها ولما أردناها. فسبب طلبنا لثمر الجنة ونعيمها ليس لأنها جنة، لأنها جنة الله وليس لمجرد أنها جنة. ولذلك هذا كلام متين متين جدا. يا أخي إبراهيم عليه السلام قشره قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني من ورثة جنة النعيم. يعني الزور اللي بيقول لي الله ده ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، أجل من إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، ده ما قرآن. ولذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم سألنا الوسيلة، قال إذا سمعتم الأذان سلوا الله لي الوسيلة. الوسيلة شنو؟ درجة في شنو؟ في الجنة، لا تكون إلا لواحد، وإني لأرجو الله أن أكون أنا. لله ملائكة سيارة يلتمسون حلق الذكر، فإذا جاءوا وحضروا الحلقة أحاطوا بمن فيها وسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، يقول ترناهم يسبحونك ويحمدونك، يقول هل رأوني؟ يقول ما رأوك. سألهم لماذا يفعلون هذا؟ يقول خوفا من نارك وطمعا في شنو؟ في جنتك. يقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. يقال فيهم فلان جاء لحاجة قال وله قد غفر، هم القوم الذين لا يشقى بهم جليس. كويس؟ معناه قاعد يعني المسألة دي كذا. لذلك واحد سأل رسول الله قال له أريد مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. وهكذا. ولذلك حتى الكلام في الجنة قال لك الرسول ما كان يقول من فعل كذا دخل الجنة، من عمل كذا بنى الله له قصرا في الجنة، من عمل كذا
فعل الله لو كذا في الجنة. لماذا؟ لأن هذا مطلوب، لأن هذا من المطلوب. طيب، يقول ابن القيم: كيف يكون عبادة من طلب الجنة عبادة معلولة وقد حض على الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كويس. يقول: من كسى مسلما كساه الله حلة من حلل الجنة، من عاد مريضا كان في خرفة الجنة، وهكذا. دائما يكلمه بشنو؟ بالجنة. طيب، إذن الجنة ربنا يدعونا إليها، والله يدعو إلى دار السلام. الله دعانا ولا ما دعانا؟ دعانا إلى الجنة. طيب، هذه الردود المنطقية اللي هي ردود معظمها من الآثار القرآنية والسنية ردود قاطعة من العلامة ابن القيم على من؟ على الهروي. لكن عندي زيادة: القرب من الله نوع من أنواع الأجر يعطيك الله إياه ويتفضل عليك، فإنك لن تتقرب منه عنوة إلا أن يرضى عنك، فإذا سمح لك بالقرب منه معناها آجرك على طاعتك إياه. ده التدخل بتاعي. القرب من الله عز وجل أجر منه. الأجر هو شنو؟ أشير بالذكر الله. القرب ده أنت قال عقلع ولا داخل الله؟ إذن في النهاية أنت عملت بالأجر، ولكن فرق بين أجر وبين أجر، ولا يمنع. وده التدخل الثاني كدر أقوله في مقامات: ما الذي يمنع أن تعبد الله طلبا للجنة وقربا منه معا؟ لماذا نتصور إما أن تعبد الله طمعا حبا فيه فقط وتعظيما له، وإما أن تعبد الله للأجر؟ ألا يمكن أن يجتمع؟ وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، يقرب ويعطيه من الأجر. وبهذا يلتئم الكلام. وكلام الأخير ده يعني مش معنى بس يا الله جنة بس. يا زول بيقول لي الله أنا داري الجنة، بيقول لي الله أنا ما داري قربك بس الجنة، أنا لا بحبك لا بعظمك، في زول بيقول كده. المسألة مسألة مقامات يمكن أن تجتمع، لكن ينبغي أن نعلم أن في الأمور تلازما. أن في الأمور شنو؟ تلازما. التلازم شنو؟ يخواننا لا يمكن أن يسأل أحد رب العالمين الجنة وهو زاهد في الله ومستغني عنه ولا يحبه. بأي وجه يطلب الجنة؟ الجنة تطلب بالإيمان، والنار يفر منها بالإيمان. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. بتعظيمك لله تعرف بعد ذلك الجنة والنار. ما في إخواننا ده محال زول يكون بس يقول لك أنا بس داير أطلع من الجنة وأعمل النار. بتسأل منه كم سألت الله أن ينجيك من النار وأن يدخلك الجنة؟ يعني أنك شنو؟ أقررت له أن الأمر عنده وعظمته وطلبت ذلك منه، وطلبك إياه تذللا وخضوعا وهو ضرب من ضروب العبادة. ألا يكون هذا كله عن حب؟ أيوة. إذا سألتم الله فاسألوه شنو؟ الفردوس الأعلى. طيب، يواصل ابن القيم يقول رحمه الله: قال وإن تحدثنا عن نعيم الجنة فعن أي نعيم وعن أي لذة؟ قال: وهل يوجد في الجنة التي نطلبها أجل من رؤية الله تعالى في الجنة؟ أوليس من طلبنا في الجنة أن نطلب رؤية الله والقرب من الله سبحانه وتعالى؟ فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم ورضوان من الله أكبر. وين رضوان من الله أكبر؟ هذا في الجنة، في هذه شنو؟ في هذه الجنة. محض كلام ابن القيم. أخوانا والله ابن القيم نزول فاهم. شوف الله كي رداك فهم في الدين بكلمة في كرام شديد، جزاك نوع من أنواع العطاء. الله كان أداك فهم في الدين مهم جدا. الفهم ده مهم في الدين. في ناس حافظين الدين لكن ما فهمينه، وفي ناس عندهم حماسة للدين بدون فهم، وناس عندهم تطبيق وبدون فهم، وناس تعبانين بدون فهم. يا أخي الفهم ده مهم. يرى ابن القيم على الناس أن لا يعيبوا بعضهم بعضا في هذه المقامات، ألا يعيب بعضهم شنو؟ بعض. يعني كان لي زول بيسأل الله الجنة، ما تقول له أنت زول بتعبد عبادة ساكتة، ما تقول له كده. يعني لا تعيبه على ذلك. عرفت؟ هذا معنى الكلام شنو؟
ابن القيم. بدأ ابن القيم يقسم يقول الناس في هذا المقام أربعة أقسام. في المقام ده الجنة والنار طلبوا ورضى الله والقرب منه وحبه وتعظيمه، كم؟ أربعة أقسام. القسم الأول أعداء الله، لا يريد الله ولا يريد ثوابه، دي الأعداء، دي المجرمين، الملاحدة والمعرضين والمنكرين وإلى غير ذلك، لا يريد الله ولا يريد شنو. القسم الثاني يريد الله ويريد ثوابه، ما الذي يمنع؟ ولماذا يريد ثواب الله؟ لأن الثواب ثواب من؟ لو كان الثواب من خلق فهو مستغن عنه، لكنه لا يستغني عن الثواب من عند الله. يا أخي ده كلام 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 مهم. اللواء عندي له تعليم، قليلك يقنعني ولا يقال لقليلك قليل. يعني الله ده أي حاجة أنا دايرة منه، ما مست أي حاجة منه أنا دايرة. أيوب عليه السلام كان يغتسل عريانه فخر عليه من السماء جراد من ذهب، قطع قطع من الذهب، فجعل يجمع فيها، فقال الله عز وجل له يا أيوب استغناء مني يا أخي معاي تقعد تخون في الذهب؟ قال لا غنى لي عن بركتك، لا غنى لي عن بركتك، جاي من الله طوالي. عشان كده خلي الجنة البطر نحن نتعرض له ونقول إنها حديثة عهد برب، لو كانت حديثة عهد بأي حاجة ما دايرنا، لكن أي حاجة من ربنا دايرنا خلي الجنة لأنها من الله. عشان كده قال يريد الله ويريد شنو؟ ثوابه. ولذلك ذكر الله هذا، قال إن كنتن تردن الله ورسوله وشنو؟ والدار الآخرة. ما قال تريدن الله بس، قال تريدن الله ورسوله وشنو؟ والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. ده القسم الثاني. والقسم الثالث من يريد من الله ولا يريد الله، داير من الله اديه جنة وكذا لكن ما داير الله يقول لك، وهذا لا يكون أبدا. تزل بيقول لي الله أنا داير الجنة لكن أنت ما داير، أنت الجنة داير ليه؟ العمل أمه. وشوف ربنا سيرغب الناس في الجنة، قال جنة عدن خلقها الله بيده، دي ما داير أنت، دي رأيك ما شنو. هنا ابن القيم يقول شنو؟ يريد من الله الثواب ولا يريد الله، هذا لا يكون. المعنى المراد هنا أنه لا يعظم الله بقلبه، ونتيجة ذلك أنه لا يستقيم. أما القسم الرابع هو محال، أن يريد الله ولا يريد منه. يقول لي الله أنا بريدك لكن أي حاجة منك ما دايرة، هذا محال لا يستقيم ولا يكون. فإذا أعلى المنازل أو أعلى الأربع أقسام منه من يريد الله ويريد شنو؟ ويريد منه. ولذلك بالغ أهل الإيمان حتى الابتلاء الذي من الله والمصائب التي من الله لا يفجرون منها لأنها من الله، وهذا مقام عالي. عشان كده يقال الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، حتى المكروه تقول لي الله شنو؟ الحمد لله. عشان كده الناس لما تجيء في المصيبة يقول لك الحمد لله على كل شنو؟ على كل حال، يعني أحمده في السراء وأحمده في شنو؟ ومش الحمد لله على كل حال معناها زهج، يا أخي الحمد لله على كل حال يعني أمور كلها كده جاي طب الحمد لله على كل حال معناها في السراء أحمده، ده معنى الكلام، وفي الضراء شنو أحمده. الأمر هنا أن أعلى الدرجات درجات من يريد الله ومن شنو ومن يريد منه، لأن الأمر من الله وأي شيء من الله هو يحبه. إخوان نشوف العبد لو قال لي اختار لي رقبتك هتختار شنو؟ أي زول لو قال لي اختار لي رقبتك الاختيار اختار لك الله، ده أحسن من لو كنت هتختار لي رقبتك، لأنك لا تعلم ما يصلحك، أنت لا تعلم ما يصلحك. شفت كيف؟ أنا محمد سيد حتى لو قال لي اختار لي رقبتي ما كنت أعدو أن أختار لي رقبتي إلا إنه أقول على حسب ما شفت في الدراسات العليا في الجامعة، أقول أقبل دكتور في الجامعة، وتاني يكون عندي بيت، وتاني أصلي في الجامعة الصلوات الخمسة،
ولو في طريقة بقدر أتكلم أعمل درس لأنه متخصص في الفقه. وتاني يكون عندي مرة وأطفال بس عرفت ده أشي كنت بختار لربطي. مشيت ناس المسجد الكبير في الخرطوم حنسوني أعمل لهم درس أبيت ذكروني وأنا مشيت متخيل إنه المسجد الكبير وكبير خالص وبيجاي مليان وبيجاي مليان مشيت قلت خلاص عملون درس كل سبيل مشيت طلعوا لي الميكروفون الرئيسي وجابوا لي الكرسي الكبير. أنا بكيت بكيت لأنه الله عاملني بما هو أهله ما عاملني بما أنا أهله. لو عاملني بما أنا أهله الحبة دي ما بستهل. عاملني بما هو أهله المسجد الكبير ميكروفون ما بيطلع وما في دروس اي زول جاي يعمل درس هناك في الحلقه برا وواحد هناك وحلقات حلقات صغار صغار طلعوا لنا الميكروفون وسكتوا الناس والمسجد ده مليان عن اخره. والله ده اختيار رب العالمين لي. لو ربنا عاملني بالجوال وبسلوكي والله ما استاهل اي حاجه لكن ربنا عاملني بما اهله. ولذلك ارى ان اختيار الله لي افضل من اختياري لنفسي. أنا لو كان قال لي اختار رقبتي أنت الآن قد تكون شغال ميكانيكي في السوق اختيار الله لك لكن مرتاح في جوانب كثيرة جدا ما عندك أي مشاكل مالك كويس مراجع قانوني مالك العوجة جاك شنو شغال في السوق شغال في شركة بشيء بتقدر عليه مبسوط مالك حياتك ما معقدة. دائما ترضى باختيار الله لك لأنه من عند الله. والله يا إخواننا أنا لو عايز رقبتي والله ما عندي مؤهلات أشوفه يتخليني وأنا أعيش في الوضع المريح جداً أنا عايشه. أمشي المطار أجيب في الصف يجي زور ولا تتجي في الصف يكون زور كبير في المطار ولا كده يشيل جوازي وأنا أرفض أقول لازم أجيب مع الناس والناس يقول لي أنا والله إحنا أديناك إذن تمشي قدامنا تخش قدامنا. أنا بس أنا بسأقول نزل ليه بيعملوا كده والله ده من رب العالمين. وأنا لا يمكن كان أتصور إنه أكون في منزلة زي دي أصلا نهائيا. لو قال لي اختار ما كنت حقدر اختار الكلام ده. دائما تعلم انه اختيار الله لك هو الافضل حتى لو اختيار الله في الظاهر فيه نقص لكن في الحقيقة فيه كمال لانه اختياره الكامل لانه اختيار الله. والكمال ده بيظهر 200 لما تقع مشكلات والامور تتفتح لك لقدام انت بتعرف انه فعلا ده كان فيه كمال. ولما بعدين يدخلك بيه الجنة ممكن تكون عتال وتخش الجنة ده كمال ولا ما كمال. لو كنت تاجر كبير كان تكون الان في سجن كوبرس ضارب ناس شنو ضارب ناس شنو ضارب ناس شنو حتى ان تضرب زول لا زول ضربك مالك ده اختيار الله عز وجل لك. هذه الدرجه الاولى. لكن بقي في هذه الدرجه كلام ذكره الهروي وعلق عليه ابن القيم تعليقا لطيفا. نرجع للكلام من الاول. قال الهروي تعظيم الامر والنهي لا خوف من العقوبه فتكون خصومة لنفسه ولا طلب للمثوبة فيكون مستشرفا للأجرة ولا مشاهدا لأحد فيكون متزينا بالمراءة فإن هذه الأوصاف كلها من شعب عبادة النفس. ابن القيم يرى أن كلام الهروي في هذه الجزئيات بالجملة صحيح. كيف بالجملة صحيح؟ لا مشاهدا لأحد يعني عندما تعمل الطاعات لا تكون مشاهدا شنو لأحد فيكون متزينا بالمراءة لأن هذا من الآفات والحجب التي تحجب الإنسان عن ربه. صح ولا ما صح؟ طيب لكن ابن القيم يقيد هذا الكلام تقييدا مهما يقول مشاهدة الخلق أحيانا نافعة. مشاهدة الخلق أحيانا شنو نافع كيف؟ قال من علم الخلق وهم يشاهدونه. أصلا لا يمكن أن يعلم معلم الناس بالدس. قال فيقوم بذلك محسنا للخلق بالتعليم محسنا لنفسه بالإخلاص. والله هذا كلام ثقيل. أو من تصدق أمام الناس ليروه ولكن ليس لمدحهم إنما للاقتداء والاتساء به. فهذه مقامات
يحسن فيها أن تفعل الأمر أمام الناس، ولكن إذا فعلتها خذ بكلام الهروي لا تفعل هذا تزينا وطلبا لمكانة أو رفعة عند الناس أو منزلة أو درجة عندهم. يعني ابن القيم يرى أن إذا فعلت الأمر أمام الناس ليروك ليس طلبا وتزيينا عندهم ولكن ليقتدوا بك مع إخلاصك، فإنك سوف تنال أجر عملك وأجر أعمالهم. من دل إلى هدى ومن سن في الإسلام سنة حسنة. ولذلك مدح الله بعض الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، مدحهم لأنهم أحسنوا إلى أنفسهم بالإخلاص وأحسنوا إلى غيرهم بالتحريك وببعث الهمة والنشاط فيهم. إن تبدوا الصدقات فنعمة هي. قال ابن القيم رحمه الله: وهذه الأوصاف كلها من شعب النفس. صحيح، الإنسان عليه أن يخرج من نفسه، لكن ابن القيم قال: كيف تموت شعب النفس؟ قال: تموت شعب النفس بالمجاهدة والإقبال على الله والاشتغال به ودوام مراقبته. الإقبال على الله والاشتغال به ودوام مراقبته، دائما تقول الله معي الله معي، هنا نفسك بتروح، بيبقى بدل النفس معك من؟ معك الله. وأما النفس فقد أسقطتها. وده كلام والله يا إخواننا، ده كلام متين جدا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب، الدرجة الثانية يقول الهروي: من تعظيم الأمر والنهي، من تعظيم الأمر والنهي إجراء الخبر على ظاهره. إجراء شنو؟ الخبر على شنو؟ على ظاهره، وهو أن تبقي أعلام توحيد العامة الخبرية على ظواهرها، ولا يتحمل البحث عنها تعسفا، ولا يتكلف لها تأويلا، ولا يتجاوز ظواهرها تمثيلا، ولا يدعي عليها إدراكا أو توهما. يا سلام، والله الكلام ده من أمتن الكلام الموجود في المدارك كله. يا أخي الهروي يقول كالآتي، بيقول: تعظيم أمر الله، الله قال حاجة زي ما الله قال، ما تشافس، ما تقول ليه الكلام ده ما راكب عدله، الكلام ده حق من بقي كذي، تقول زي ما الله قاله. ليه؟ أأنتم أعلم أم الله؟ قال إجراء الخبر على ظاهره، الأخبار ربنا قال عن نفسه، وهو أن تبقي أعلام توحيد العامة الخبرية على ظواهره. الله قال: الرحمن على العرش استوى، ده خبر تتعامل معه كيف؟ تقول الرحمن على العرش استوى زي ما الله قال. الله قال حاجة تانية؟ حاجة تانية تمويل. الله قال الرحمن على العرش استوى، عشان كده قال توحيد العامة. يا إخوانا شيء مستقر عند الناس. الإمام مالك لما سئل عن الرحمن على العرش استوى قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيف. إذن ده معنى إجراء الخبر على ظاهره، وهو أن تبقي أعلام التوحيد، توحيد العامة الخبرية على ظواهرها. إخواننا الحبوبات ده حسن ما غير المدارس تحكي عند التوحيد. أي واحد يقول لك الله ما شقاله حنكة وضيعه، الأمر كله بيد الله، الله مضان، الله يستر، الله يسوي، يدخل الله بطوالك، وده بيجي بطريقة تلقائية ما فيها تكلف. عشان كده كيزول يكون بروح يقول كيف والله كده والشدة كيف والكون، وش يدخل في متاهات يقبل مرسل. ليه؟ لأن أخذت قضايا الأخبار والعقيدة عن الله بغير شنو؟ بغير تكلف. ولعلي قصصت عليكم قصة الرازي، الرازي ده جماشي ومعه أبه، في مرة منقت من البيت منقت في الشارع من كثرة التلاميذ والناس المبارين، قالت في شنو الليل؟ قالوا: هذا الرازي. قالت: من الرازي؟ قالوا: هذا الذي يملك 1000 دليل على وجود الله. قالت: لو لم يكن له 1000 شك ما كان له 1000 دليل، وجود الله لا يحتاج إلى 1000 دليل. لما سمع الرازي هذا الكلام لما جاي يموت قال: ولقد خبرت الطرق الكلامية
والمسالك الفلسفية، فوجدتها لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا، وها أنا ذا أموت على ما تموت عليه عجائز نسائي نيسابور، لأن المرض كافي نيسابور. طيب قال الأسماء والصفات نتعامل معها كيف؟ أن نصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، وأن نمرها كما جاء. ده معنى الكلام. قال لا يتكلف لها تأويلا. التأويل ينقسم إلى قسمين: تأويل بمعنى تفسير، التأويل بمعنى شنو؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه شنو؟ التأويل عن التفسير الصحيح. والتأويل هو والتأويل ذاته سموه تأويل ليه؟ لأنه إرجاع للأمر إلى أوله، أول الشيء تأويلا إذا أرجع الأمر إلى شنو؟ والتأويل قد يكون حرف الكلام عن ظاهره، وهذا ممنوع في الصفات، ما تؤول ولا يتجاوز ظاهرها تمثيلا. وكمان لما يجي في الصفات ما يقول زي البشر، ينزه الله بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع شنو؟ البصير. قال والتوكل، ما هنا قال الهروي قال شنو؟ قال ولا يدعي عليها إدراكا أو توهما، ما يقول أنا بدرك كيف يستوي الله أو كيف يرى الله أو كيف يسمع الله، هذا لا يستطيعه أحد، ولو أنه زعم ذلك لكان متوهما ولم يكن مدركا، لأن الله قال ولا يحيطون بشيء من علمه، لا يحيطون به سبحانه سبحانه وتعالى. طيب الدرجة الثالثة، قال طبعا إخواننا قبلها ابن القيم حاول يأتي بقاعدة. إخواننا الدين ما فيه حردان، دي القاعدة، الدين ما فيه حردان، يعني شنو؟ الذي يتعامل مع الدين ينبغي أن يتعامل مع الدين بنفس راسخة ويقين ثابت. حتى زول يقول لك والله يا أخي مولانا عمل كده، عمل حاجة غلط، يقوم يخلي ذاته الصلاة في الجامع ويخلي أي حاجة، أنت زول بتصلي لمن؟ الدين ده حق زول؟ خلي عندك يقين راسخ في الدين. فمثلا الإمام الشافعي كان يحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، والذين اشتهروا بحب آل البيت منه الشيعة حتى بالغوا وسمونا الرافضة. فقام الإمام الشافعي قال أنت رافضي، قال إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. يعني أنت ما تقول عشان الشيعة بيحبوا آل البشر تقول نحن ضد آل البيت، نحن ما ضد آل البيت، نحن ضد الشيعة مش في حبه لآل البيت، في تأليهم وغلوهم في آل البيت وفي بغضهم الصحابة. وابن تيمية كان بيدافع عن الصحابة، قام قال له أنت ضد آل البيت، قال إن كان نصبا النواصب هم ضد آل البيت حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصب. معناه في الدين ترسخ نفسك، تتعامل في الدين برسوخ. إخوانا الدين ما فيه حردان. الزول يقوم يقول لك أنا ما بعمل دقيق، تقول تعمل دقيق، يقول لك والله أبندقون دي خطرين، انت الدقن عامله لهم، يقول لك الدقن مصيره شنو؟ ليه؟ في شنو؟ البودي سجن شنو؟ يقول لك بالنهار تسبح وبالليل تضبح، يا اخي كل الناس كده؟ لا يمكن ان تعمم هذا الكلام، هذا لا يستقيم ابدا، هذا لا يستقيم. معناه انت في الدين ترسخ نفسك. قال لي المؤمن الناس دي كلها كان كفر وما بيكفر، الناس دي كلها كان كفر، انت ما تكفر، الناس دي كلها كان خلوا الصلاه انت ما تخليها، ما تداري الناس، وطن نفسك على الدين، اللي تراه دين ده ثاني ما تلتفت تدخل. هذا معنى الكلام. الدرجة الثالثة يقول صيانة الانبساط. يا سلام إخواننا، قال لك في زول بيصل درجة عالية من الإيمان، بيبقى عنده نوع من أنواع التعامل بسوء الأدب مع الله. قال صيانة الانبساط أن تشوبه جرأة، يعني مهما بلغت من الدرجة في العبادة فإنك لا بد أن تحافظ على أنك عبد وعلى أنك تتعامل مع ربك ومولاك وسيدك، لن تتعدى
هذه المقامات أبدا، حتى ولو كنت نبيا لن يستلتف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ستجد قال صيانة الانتصار أن تشوبه جرأة، وصيانة السرور مرات تشعر نفسك قريب من الله إلى درجة أن يداخلك سرور. قال لكن اخشى على سرورك من أن يداخله أمن، لا تأمن مكر الله، ما تنبسط شديد وتفرح تقول أنا بجيت تقي خلاص أنا بجينا عوجي، ما بجيك عوجي كيف؟ إنما الأعمال بالخواتيم وأنت لا تدري ما يختم لك، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلذلك وأن تصون السرور أن يداخله شنو؟ أم وصيانة الشهود أن يعارضه سبب. شهود شنو؟ شهود أن كل شيء من الله. كان صليت ما تقول براي، قول الله أعاني، لأنك بعد الصلاة طوالي بتقول عشان تتوفق لصلاة الفجر، بعد العشاء بتقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والله كان ما أعانك ما تجي. ولذلك تصون شهود الطاعة من أن يداخلها سبب، إما شبهة وإما إرادة فاسدة، يعني أن تشهد أن الله هو الموفق لك في كل طاعاتك وأعمال خيرك وأعمال شنو؟ برك. بذلك نكون قد انتهينا من منزلة تعظيم حرمات الله تعالى من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.